وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عمار البناي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. مرحبا بك معنا سعادة النائب في نشرة الثالثة، ولو تحدثنا عن أهمية اليوم العالمي للعمل الإنساني وما هي أبرز التشريعات والقوانين التي ساهمت في صون القيم الإنسانية في مملكة البحرين. فعلا أن الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أرست الثوابت الإنسانية، رسخت المبادرات الوطنية التاريخية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، حماية البشرية، وذلك الوصول لحياة كريمة وبيئة مستدامة فاعلة تضمن للأجيال القادمة السلام والاستقرار وتسهم في صون القيم الإنسانية في مملكة البحرين. اليوم العالمي للعمل الإنساني لابد أن نشيد بالجهود والاهتمام المتواصل لسيدي صاحب الجلالة الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالعمل الخيري والإنساني بداخل وخارج مملكة البحرين، أيضا من خلال الحرص الدائم على مد يد العون للمحتاجين للمنكوبين في مختلف الظروف والأزمات اللي سطرت الدبلوماسية الإنسانية والخيرية لمملكة البحرين نجاحات باهرة في مجال العمل الخيري والإنساني في ظل المسيرة التنموية اللي جعل من العمل الخيري والإنساني ثقافة مجتمعية تعكس كرم وأصالة المجتمع البحريني. مملكة البحرين لعبت الدور الأبرز في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعمل الإنساني اللي وضع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اللي انطلق في عام 2001 نهج احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل فيها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق الثوابت الوطنية. اليوم احنا كلنا في فخر واعتزاز بالدور الإنساني والجهود العظيمة اللي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللي تمثل صمام الأمان للأسر البحرينية والأيتام في مختلف الظروف المادية والحياتية اللي توفر لهم حياة كريمة، علاوة على الدور الإغاثي المهم لمساعدة المناطق المنكوبة ودعم المشاريع التنموية لخدمة البشرية والإنسانية. نعم سعادة السيد عمار البناي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك.